أخبار الحملة الانتخابية واستحقاقات 12 ديسمبر وأهم بقيل عنها في معرض صحفتي لنهار اليوم. البداية بجريدة الشعب التي عنونت ربحي الموعد الانتخابي يكرس خيار الشعب، وهي كلمة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة من ولاية الجلفة، والتي دعا فيها الشعب للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع يوم 2 ديسمبر المقبل لوضع بصمتهم في العهد الجديد. جيدة الناصر هي الأخرى اختارت كلمة وزير الاتصال لتضع عنوانها الرئاسية ستكرس خيار الشعب وتفوت الفرصة على الأعداء. لتفصل الجريدة بأن حسن ربحي أكد بأن الشعب سيختار رئيسه بحرية وشفافية في ضمانات ديمقراطية غير مسبوقة. جريدة البلاد وضعت عنوانها المترشحون يواصلون حملتهم الانتخابية، والتي امتزجت بين إصلاح إداري وتفكيك قنبلة التشغيل لتجتمع على أن عنوان المرحلة المقبلة للمترشحين حسب جريدة البلاد هو استئصال ألغام العصابة. جريدة المسار بعد أن وضعت حيزا خاصا برئاسية 2019 نقلت أهم تصريح لكل مترشح في اليوم 15 من الحملة الانتخابية، وعنونت بداخلها المترشحون يعيدون باعتماد التخطيط والاستشراف من أجل سياسات اقتصادية رشيدة. جريدة كوتيديان الناطقة باللغة الفرنسية، وبعد أن سلطت الضوء على موضوع محاكمة عبد الملك سلال وأحمد أويحيا، وضعت حيزا خاصا بالحملة الانتخابية للمترشحين في أسبوعهم الأخير، والتي اشتركت في رفع التهميش على مناطق الجنوب والتثمين في الموارد البشرية والطبيعية.